لواء أحرار سوريا يوم السبت 6/7/2013 نصب الهاونات لقصف سكن هنانو. الله أكبر. لواء أحرار سوريا يوم السبت 6/7/2013 نصب الهاونات لقصف سكنة هنانو. الله أكبر. قائد عسكري بحلب محمود عفاش يقوم بالإشراف على نصب الهاونات لقصف سكنة هنانو 6/7/2013 يوم السبت. آخر اختراعات الثورة. أحرار سوريا 6/7/2013 يوم السبت نصب الهاونات وقواعد إطلاق صواريخ محلية الصنع باتجاه سكن هنانو. يلا خلي بس صيحة لي خليك. يلا نصب منصة إطلاق صواريخ محلية الصنع باتجاه سكن هنانو لواء أحرار سوريا يوم السبت 6/7/2013.